بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، مكثت يومين على هذه الحال، بضع حبات من التمر فقط لن تقيم بدنك. لقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني. هل هناك شيء؟ لا شيء، إلا أن يفرج الله في كربتك بإذنه. فاطمة وزينب بخير؟ بخير، يسألن عنك كثيرا، الحيرة تسيطر عليهم، هل نبقى أم نغادر الفسطاط؟ هل نبقى أم نغادر الفسطاط؟ وأنت أحب، أعرفك جيدا وأعرف أنك لن تترك هذا الطريق قبل أن تصل إلى ما تريد، وأنا راضية بذلك وسأبقى دوما سندا لك. بلغ البنات إذن، جزاك الله عني كل خير. هون على نفسك قليلا ولا تجدع على حادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. نعم. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. كلنا معك ونؤمن أنك على صواب. أخبر البنات إذن، اسمح لي بمزيد من الخلق، وليقدرني الله على تعويضكم. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.